بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي فتيحه الجمال، لاعبه نجمه تيفلت لكره القدم النسويه تيفلت فوتبول ستارز. كنبغي اولا نشكر الحضور والاعلاميين ديالنا والسلطات المحليه وجميع اولياء الامور اللي تيثقوا في اللاعبات ديالنا وحنايا طبعا. كنبغي نشكر السيد بدر رئيس النادي اللي هو في نفس الوقت المدرب ديالنا، واللي بسببه تحتنا فرصه لاننا نعبر على الشغف ديالنا ونعبر على الحب ديالنا لهذا السبور هذا اللي هو كره القدم. بالطبع كنتمنى الرؤساء الكبار ان شاء الله ياخذوا بيدينا ويزيدوا بنا القدام باش تحدى كره القدم النسويه في مدينه تيفلت بشعبيه كبيره ان شاء الله، وحتى حنا علاش لا شينا نشوفوا راسنا في شي بلاصه مزيانه ان شاء الله. كنتمنى التوفيق لجميع اللاعبات اللي في هذا النادي هذا وشكرا. السلام عليكم، انا مريم مومني، لاعبه من لاعبات فريق كره القدم النسوي نجمه تيفلت بمدينه تيفلت. البدايات ديالنا كانوا بدايات رائعه جدا، كان مدرب مساند لنا بزاف، كان كيشد بيدينا وكيعاوننا، وصراحه اي حاجه وقفنا عليها ولا ما عرفناش ليها كان كيجي كيورينا بالخاطر، يعني ما كيبقاش ينصيك ولا شي حاجه. فانا فخوره بزاف حيت عندنا مدرب ورئيس بحال هذا اللي هو بدر الحريزي، وشكر وتقدير لجميع مكتب المسير وجميع الحضور اللي حضروا معنا اليوم على هذا الافتتاح. صراحه انا كره القدم ما كانش على بالي غير لعبها انا في فلت حيت ما كانت شي فرقه هنايا، فملي تخيلت هذه الفرقه هذه انا عجبني الحال اوتوماتيكمون مشيت وتسجلت وما ندمتش حيت فعلا هذه فرقه رائعه وان شاء الله غادي يكون لها واحد المسار الجميل في هذه المدينه. السلام عليكم، دعاء بوستة من تيفلت. كان صراحه هذا النهار الاجواء اللي هي زوينه وحنا فرحانين بزاف، واليوم كان واحد النهار اللي متميز وزوين مع ليكيب والبنات كانوا كلهم مزيانين. وكنشكر استاذ بدر اللي قام بهذه التجربه هذه حيت كنت تنبغيها من الصغر، وخويا اللي حببها ليا، وكنت نمشي ديما مع خويا كنتريني، وملي بدات هاد الفرقه سجلت معاه وقلنا علاش لا حتى حنايا نوليو نلعبو، شنو الفرق ما بين البنت والدري، راه حتى شي حاجه، واختاريتها. كانت تجربه زوينه وشويه الخلعه وشويه شويه من هنا ومن هنا، ولكن تغلبنا على كل شيء الحمد لله. شنو النصيحه اللي تعطي للفتيات اللي كيعشقوا كره القدم وباغيين يمارسوها؟ يلعبوا ما يخافوش ويتبعوا داكشي اللي كيبغيو، وكره القدم راه زوينه، راه ماشي شي حاجه اللي هي كتخلع بزاف، وبالتوفيق بون كوراج ان شاء الله.